بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما يزال هذا المجلس المبارك يعاود بفضل الله تعالى بعد توقف موسم الحج في هذا المجلس الأسبوعي 75 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. هذا المجلس المنعقد في ختام شهر ذي الحجة الحرام في يوم 28 ليلة 29 سنة 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعقاب موسم حج عامنا المبارك هذا، ولا يزال بين ظهرانينا يا أهل مكة وفي أكناف البيت الحرام فئام وبقايا من وفد الله الكرام ممن حجوا بيت الله هذا العام، فنعم الوفد هم وبهم ينعم المجلس ويكرم ويشرف ويزدان وفد الله في بيت الله. ونحن في ليلة مباركة نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستشعرين في خضم هذا الجمع المبارك في موسم حج كل عام هذه الأخوة الإيمانية المباركة التي بعث الله بها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. عليك مني صلاة الله ترفدها مشاعر بجلال الحب تدرع، جمعت في شرعة الإيمان أفئدة، لولا الأخوة في الإسلام ما اجتمعوا، وقدت موكبهم للمجد فانشرحت لهم فجاج وأعراق ومجتمع، صلى الله عليه وآله وسلم. وما يزال حديثنا هذا أيها الكرام ذا صلة بما تقدم من مجالس وقف الحديث دون إتمامها قبل الحج فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل شتى، في فصل جامع جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من مسائل الصلاة كان آخرها والتي انقضى فيها مجلسان وأكثر الحديث عن القنوت المستمر في صلاة الفجر والأدلة في ذلك وخلاف الفقهاء في المسألة، وبقي فيها بقية قبل الانتقال إلى فصل جديد عنون له المصنف رحمه الله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. نعم، إيجاز ما تقدم يا كرام في هذه المسألة صلة للسابق باللاحق في النقاط التالية: أولا، هذه المسألة أعني القنوت المستمر في صلاة الصبح على طيلة السنة وعلى مدى العام من أطول مسائل الصلاة التي قررها المصنف رحمه الله، وهي من أحسن ما كتب فيه أهل العلم وحرروه في المسألة خلافاً وأدلة وترجيحاً، وقد قضينا فيها كما تقدم مجلسين كاملين وزيادة، وهذا مجلس آخر في تتمة المسألة. ثانياً، لا خلاف في مشروعية قنوت النوازل
وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الصلوات دعاء القنوت على أقوام تارة ولأقوام تارة، وكل ذلك من النوازل. والفرق كما تقدم أنه دعا على أقوام عليه الصلاة والسلام عندما كان منهم عدوان على المسلمين وأذى، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أنه دعا صلى الله عليه وسلم عقب حادثة بئر معونة على أقوام وأحياء من العرب من بني سليم وغيرهم في رعل وذكوان وعصية، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم وقنت يدعو عليهم جزاء ما كان من عدوانهم وأذاهم على المسلمين. فكانت هذه سنة دائمة، أنه لو اعتدى ظالم وباغ ومجرم على أهل الإسلام واعتدى على حرماتهم فإنه يشرع لأهل الإسلام الدعاء عليهم قنوتا في الصلوات، وإن كان في الفجر والمغرب أكثر من غيرها، فقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الصلوات الخمس، فيجوز القنوت في الصلوات السرية أيضا. وكما يحدث اليوم وغير اليوم من عدوان بني صهيون على إخوتنا في غزة وفلسطين، فلو عجز المسلم عن نصرة إخوانه ماديا بمال وطعام وسلاح فلن يعجز عن الدعاء، وهو أعظم من ذلك كله وآكد، عندما تتعلق القلوب بربها وتنتصر الأمة لبعضها فيدعون الله جل وعلا على أولئك الظلمة بما يستحقونه من خزي ونكال وعدوان، وأن يذيقهم الله عز وجل العذاب والرجز الأليم. الصنف الثاني من قنوت النوازل الدعاء لأقوام من المستضعفين والمضطهدين ومن لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. وقد دعا صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، دعا لفئام ممن كان محبوسا في مكة بعد الهجرة ممن لم يستطع الفرار بدينه، اللهم أنج عياش بن أبي ربيع، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، وأقواما سماهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام يدعو لهم في صلاته. هذا الصنف من القنوت وهذا النوع لا خلاف في مشروعيته، وقد اتفق الفقهاء سلفا وخلفا على أن ذلك مما يستحب لأهل الإسلام. في قنوت النوازل ليس يدعو المسلم المستضعف لنفسه فقط، بل يدعو لنفسه ويدعو له إخوانه في عامة أقطار الإسلام وبلدانها يستنصرون لإخوانهم في بقية أقاليم الدنيا. ثالثا، قنوت النوازل مؤقت بوقتها ينتهي بانتهائها، والذي في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كما في حديث أنس رضي الله عنه. رابعا، القنوت المستمر في غير النوازل، والمراد به الدعاء بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر خاصة أكثر من غيرها دائما على مدى العام، وهو المستمر في غير النوازل، قال به المالكية والشافعية استنادا إلى بعض الأدلة كحديث أنس رضي الله عنه، وفي بعض رواياته قال: فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه وبهذا الدعاء يقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. وثبوت ذلك أيضا عن عدد من الصحابة، أعني القنوت المستمر. هذا القول الذي به قال طائفة من الفقهاء قابله أهل العلم أيضا بشيء من الخلاف بالنظر إلى الأدلة، والذي تجتمع به الروايات وتتفق أن الهدي النبوي الذي تجتمع به الأدلة بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القنوت في النوازل خاصة في الصلوات المفروضة وتركه عند عدمها، وهذا لا يختص بصلاة الفجر، بل كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصلوات الخمس، لكن الفجر آكد من غيرها من الصلوات لأسباب: أنها أطول الصلوات قراءة، فيكون الوقوف بها بعد الركوع أطول من غيرها، ويحتمل ذلك من طول الدعاء ما لا تحتمل غيرها من الصلوات، ولقرب الفجر من الوقت الفضيل المبارك.
وقت السحر والتنزل الإلهي وإجابة الدعاء والكرامات والبركات، فلأجل ذلك كانت صلاة الفجر آكد من غيرها في اختصاصها بقنوت النوازل دون غيرها. وأهل الحديث في المسألة وسط بين من يرى استحباب القنوت مطلقا وبين من يرى أن القنوت كان مشروعا ثم نسخ كما قال به طائفة من فقهاء الكوفة، فيرون عدم مشروعية القنوت وأنه انتهى بتلك النازلة وأن استمراره في الإسلام بدعة لكونه منسوخا ويؤثمون فاعله. وأهل الحديث وسط فلا ينكرون على من داوم عليه ولا ينكرون على من تركه، بل كما قال المصنف رحمه الله فيما مضى قال أهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، قال وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة. ومع هذا، وهذا من أجود ما قرره رحمه الله إنصافا في المسألة وتقديرا لأهل العلم، قال ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، يعني القنوت، ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من تركه عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن كما قال رحمه الله تعالى. ثم يضاف إلى ذلك أن حديث أنس رضي الله عنه الذي هو مستند القول باستحباب القنوت في الفجر مستمرا طيلة العام، فأما الصبح فلم يزل يقنت فيها حتى فارق الدنيا، فالجواب عنه أنه حديث ضعيف سندا. ثم أجيب عنه أيضا أنه لا يقصد بقوله كان يقنت أو لم يزل يقنت، لم يقصد بالقنوت هاهنا الدعاء، بل إن من معاني القنوت كما تقدم طول القيام. ولهذا فإن قول أنس رضي الله عنه في رواية البخاري في حديث بئر معونة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر، فذلك بدء القنوت، قال وما كنا نقنت. فهذا النص في الرواية وهي في صحيح البخاري تبين أن هذا لم يكن هديا نبويا مستمرا، فهذا حدد البدء، قال فذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. وقوله في الرواية الأخرى قنت شهرا ثم تركه أيضا مؤقت للانتهاء. فعندئذ جمع أحاديث أنس رضي الله عنه وطرقها تبين المراد، وكما قال المصنف رحمه الله يصدق بعضها بعضا. في روايات أنس رضي الله عنه ذكر القنوت قبل الركوع وذكر القنوت بعد الركوع وذكر القنوت المؤقت والقنوت المطلق، فالذي قبل الركوع هو طول القيام للقراءة، لأن من معاني القنوت طول القيام. قال والذي بعد الركوع هو طول القيام للدعاء، وهو الذي فعله شهرا في النوازل. طيب استمر يقنت بعد النوازل حتى فارق الدنيا، إذا كنت تقصد بيقنت يدعو فالجواب لا، وإذا كنت تقصد بقوله استمر يقنت يعني يطيل القيام بعد الرفع من الركوع فالجواب نعم، لأنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في أركان الصلاة في تسوية مددها وأوقاتها، فإذا كان يطيل القيام يطيل الركوع يطيل الرفع من الركوع، فمن قال إنه كان يقنت يعني يطيل القيام بعد الرفع من الركوع فلا يقصد به دعاء القنوت بل يقصد به طول القيام. هذا الجواب به تجتمع الأدلة كما قرر المصنف رحمه الله تعالى. فلما صار القنوت كما قال في الجملة الأخيرة في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ثم سمعوا في الرواية أنه لم يزل يقنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا، فسروا هذا القنوت بحديث دعاء القنوت وليس كذلك. ليش نقول ليس هو المقصود؟ لأسباب، أولها أن القنوت في اللغة وفي عرف الشرع أيضا يأتي بأكثر من معنى، فلماذا حملناه على دعاء القنوت؟ بل الأكثر من استعمالات القنوت وقوموا لله قانتين، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت هنا هو القيام وليس هو الدعاء،
وثانيا لأن دعاء القنوت الذي نعرفه كلنا ونسمعه من أئمتنا في التراويح كل ليلة كل سنة في رمضان، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هل تعلم أن هذا وتسميته دعاء قنوت وتخصيص القنوت أو صرف اللفظ وربطه به لم يرد في الأحاديث إلا نزرا يسيرا، بل هو رواية واحدة ثبتت في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يثبت حديث صحيح أنه كان يقنت في الوتر، بل علمه بعض الصحابة ولا يثبت إلا في حديث الحسن بن علي وفي حديث آخر من رواية أبيه علي رضي الله عنهم جميعا. فإذا هذا يؤكد أن تبادر الذهن إلى صرف لفظ القنوت إلى معنى دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت إنما هو عرف متأخر، لكن استعمال النص الشرعي وورود الروايات يحمل أكثر على ما جاء فيه لفظ القنوت بمعنى طول القيام لا بمعنى الدعاء المخصوص. قال رحمه الله: فلما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء، قال في آخره: ونشأ من لا يعرف غير ذلك لم يشك أن المقصود بالرواية أنهم كانوا يداومون على دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت كل صبح. قال: وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن قنوت الوتر وما مروياته في السنة وكيف ثبت فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي رضي الله عنهما، كما في المسند والسنن الأربعة عنه رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وزاد فيه البيهقي بعد: ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومما يدل على وزاد فيه البيهقي بعد: ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وزاد فيه البيهقي بعد: ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. طيب، هكذا كما سمعتم في السنن وفي مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن هذا الدعاء. السؤال: لماذا ربطنا هذا الدعاء بقنوت الوتر؟ هل علمه إياه في قنوت الوتر؟ الجواب نعم، كما في الرواية علمه، قال: علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. فمن ثم قال العلماء: السنة لمن أراد أن يقنت أن يدعو بما أحب، وهذا من آكد الأدعية. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن بن علي دعوات أو كلمات يقولها في قنوت الوتر. لكن التنبيه هنا إلى شيء مهم يذكره المحدثون: هذا الحديث الذي سمعتم لفظه وقد أخرجه الأئمة أحمد وأصحاب السنن رحم الله الجميع، هو من رواية أبي إسحاق السبيعي وبعض أبنائه من طريقهم عن حديث الحسن بن علي، وفيه جاء هذا اللفظ: قولهن في قنوت الوتر. وهذا الحديث ذاته، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، رواه غير واحد من أصحاب السنن كأحمد والدارمي والبزار وأبي يعلى والطبراني وغيرهم، من رواية من هو أوثق من أبي إسحاق السبيعي، وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وأحد أئمة الدنيا علما ورواية ومن أساطين الأحاديث ورجالها في تاريخ الإسلام. روى شعبة الحديث ولم يذكر لفظ القنوت ولا الوتر، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها، وذكر الدعاء، فلا سماه قنوتا ولا قيده بالوتر. اسمع إلى ما قاله المحدثون. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ولم يذكر شعبة القنوت ولا الوتر، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق
وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه، ثم قال: ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولست أعلمه ثابتا. ويقول ابن حبان رحمه الله: وهذه اللفظة علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر ليست بمحفوظة. قال: لأن الحسن بن علي قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 8 سنين، فكيف يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولا يأمرهم به؟ قال: فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبادر بها شعبة في خبره، إذ هو بالإتقان أحرى والضبط للإسناد به أولى من أبي إسحاق وابنيه. فالمقصود أنه إن ثبت فعلى الرواية التي فيها نقد من سمعتم من أئمة الحديث في تاريخ الإسلام. والمقصود أن هذا هو الثابت من دعاء الوتر في تسميته قنوتا للوتر، ومع ذلك ففيه ما فيه. عندئذ إذا جئت لروايات في حديث أنس رضي الله عنه كان يقنت، أو في حديث أبي هريرة، فلما يتبادر إلى الذهن قنوت الوتر وهو لم يثبت تسميته بقنوت الوتر إلا في حديث الحسن بن علي ومع ما فيه من النقد الذي سمعت؟ فهذا يرجح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أن القنوت الذي استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرا في غير النوازل محمول على معنى طول القيام وليس الدعاء المعهود في الوتر خاصة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء. القيام للدعاء والثناء. طيب، كان يطيل القنوت في صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام في النوازل؟ قلتم لا، ليس في النوازل. طيب إذا ماذا يقنت؟ الدعاء الذي تقول بعد الركوع: سمع الله لمن حمده، هذا دعاء. أين الدعاء؟ فيه ثناء ربنا: ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، هذا ثناء على الله. وفي بعض الألفاظ كما في حديث مسلم أيضا فيه جمل دعاء: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والماء البارد، ونقني، أنت تدعو. إذن هو موضع دعاء وموضع ثناء. فإذا ثبت أن هذا يسمى دعاء فلا بأس أن يحمل عليه معنى القنوت. قال: هو القيام للدعاء والثناء، يعني وليس القيام للقنوت الذي يقصد به الدعاء المخصوص. قال: ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا أبو هلال قال حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة، قلت هو السدوسي، قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح. اختلف قتادة السدوسي أحد أئمة التابعين وعلمائهم رحمه الله، اختلف مع إمام مسجدهم في هذه المسألة في القنوت في صلاة الصبح، فذهبا يحتكمان إلى أنس رضي الله عنه. نعم. قال: فقال قتادة: قبل الركوع، وقلت أنا بعد الركوع، فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له ذلك، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد، ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا. فقام ساعة، ما هذا القيام؟ هو بعد الركعة الثانية، وأشار إلى مزيد طول فيها عن الركعة الأولى بقوله فقام ساعة، ولم ينص هنا في الرواية على دعاء ولا غيره. نعم. قال: وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يبين مراد أنس. يقصد بحديث ثابت عن أنس لما قال رضي الله عنه: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. قالوا: وما هو؟ قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع مكث حتى يقول القائل قد نسي، كان يطيل الرفع من الركوع، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي.
فهذان الركنان وقد مر التنبيه عليهما كثيرا، ركن الرفع من الركوع وركن الجلوس بين السجدتين، يظنهما كثير من الناس أنهما من الأركان القصيرة في الصلاة. والثابت في السنة من أكثر من حديث، منها حديث ثابت عن أنس أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس التخفيف في هذين الركنين، ولن تقول هو التطويل، بل هو الاعتدال مع بقية الأركان. فمن أطال القيام في القراءة يطيل الركوع ويطيل الرفع من الركوع، يطيل السجود والرفع من السجود والجلوس. ومن قصر في القراءة وخفف، خفف في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين. فالاعتدال، كما في حديث البراء رضي الله عنه، حديث البراء بن عازب: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. هذه التسوية والاعتدال هي المقصودة ها هنا. قال: فهذا مثل حديث ثابت عنه سواء. نعم. قال: وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يبين مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس. هو كان مراد أنس، واتفقت أحاديثه كلها، وبالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوعان، أحدهما. طيب، انتهينا من الأحاديث، وقد تكلم في الروايات الواردة وأحسن وأجاد وأطال رحمه الله في نقدها سندا ومتنا وما يتعلق بها بعد جمعها، واستوعب رحمه الله أحاديث أنس وأبي هريرة وابن عباس والبراء وسائر المرويات في هذا الباب. فلما انتهى بقي مما استدل به من يقول بالقنوت المستمر ثبوت ذلك عن بعض الصحابة كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم، فإنه ثبت عن بعضهم أنه كان يقنت قنوتا في صلاة الصبح. فعلى ماذا يحمل وكيف نفهمه؟ قال: وأما المروي عن الصحابة فنوعان، نوعان من القنوت. إذن هو إما قنوت نوازل، أو إذا قلت القنوت المستمر فقد عدنا إلى موضع الإشكال. فإذا رأيت عن الصحابة آثارا تروي ثبوت القنوت عنهم في الصلوات، فاعلم أنه إما قنوت للنوازل أو قنوت بمعنى طول القيام كما فسرنا به أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وأما المروي عن الصحابة فنوعان، أحدهما قنوت عند النوازل كقنوت الصديق في محاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام. والثاني مطلق، مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء، والله أعلم. إنما قال ذلك رحمه الله لأجل أن تلتئم الروايات، وإلا فكيف سأجعل ابن مسعود رضي الله عنهما أحد من يقول بالقنوت المستمر في الصلوات، وهو الذي تقدم عنه رضي الله عنه نفي ذلك ورده، واعتبار هذا مخالفا للسنة، فليس لنا إلا أن نذكر هذا المعنى الذي به تلتئم الروايات. يقول سعيد بن جبير: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، وإن كان هذا أيضا ذكر لبيان ضعفه وعدم صحة روايته. وابن عمر قال: أبو مجلز: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت ابن عمر: لا أراك تقنت، قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. فلن يفسر ذلك عنهم إلا إذا حملناه على معنى تطويل الرفع بعد الركوع للدعاء والثناء على الله جل وعلا. فإذا قلت لما خص هذا بصلاة الفجر، فكما قال المصنف كان هذا من أنس رضي الله عنه جوابا لمن سأله، والذي سأله كان عن صلاة الصبح فأجابه بذلك، فقيد المعنى به لسؤال السائل لا لتخصيص أنس رضي الله عنه في الجواب. قال رحمه الله: قنوت النوازل ثبت عن بعض الصحابة، وضرب أمثلة بقنوت أبي بكر وقنوت عمر وقنوت علي رضي الله عنهم جميعا. وأما قنوت عمر وهو من أشهرها وأكثرها في الروايات، فهو الذي كان يدعو به الصحابة في قنوت الوتر،
ويجعلون فيه دعاء أيضا على الكفار والمعتدين والمشركين، كما أخرج ابن خزيمة في صحيحه في قصة صلاة التراويح التي سنها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرواية أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن ابن عبد القاري فطاف بالمسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. قال: ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم أو أن يؤم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم يعني جماعة واحدة، فقال عمر: نعم البدعة هي، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني يقصد الجزء المتبقي من آخر الليل بعدما ينصرفون من صلاة الجماعة فينامون، قال: التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أن آخر الليل هو جوفه وهو السحر وهو آخره وساعة الإجابة والبركة والتنزل الإلهي. فكان الناس يقومون أوله كما يقول في الرواية هكذا، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني في نصف رمضان في أوله يدعون في القنوت ويدعون بهذا الدعاء: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين، هكذا في الرواية. وقال أيضا: كان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات، كان يقول: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا رضي الله عنه. وهذا الدعاء المروي في حديث عمر الذي سمعت وفيه قصة التراويح روي أيضا عن معاذ بن الحارث أبي حليمة أو أبي حليمة الأنصاري المشهور بمعاذ القاري من قراء الصحابة رضي الله عنه، وهو قارئ الأنصار وإمامهم، كما أخرج عنه أبو داود قال: كان من دعاء معاذ القاري في ذلك القيام، يعني في إمامته للناس بالتراويح في صلاة رمضان: اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، قريب من الدعاء الذي سمعت في حديث عمر. وورد عن عمر أمير المؤمنين نفسه أنه كان يقول في دعاء القنوت: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. ويقول هذا الدعاء متماً بقوله: إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إلى آخر الحديث، وقد أخرجه الأئمة عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي رحم الله الجميع. فهذه إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقنتون، لكنه إما قنوت في رمضان أو قنوت للنوازل كما أشار المصنف رحمه الله. وإذا ورد عنهم قنوت مستمر في صلاة الصبح فالآكد والأسلم الذي تلتئم به الأدلة أن يحمل على معنى تطويل القيام بعد الرفع من الركوع دعاء وثناء على الله، فإنه موضع يشرع فيه مثل ذلك، والله أعلم. تم هذا الفصل بطوله، وقد قضينا فيه مجالس عدة، فيه مسائل متفرقة جامعة لأبواب الصلاة ومسائلها، ليشرع المصنف رحمه الله في مسألة من مسائل الصلاة وهي سجود السهو، وما الذي ثبت في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ولعله يحسن هاهنا يا كرام أيضا أن نعيد جملة المصنف رحمه الله
التي أوردها في ثنايا هذه المسألة التي طال ذيلها، وهي القنوت المستمر في صلاة الصبح، فإنه قرر هناك جملة يحسن التذكير بها كثيرا، لأن هذا منهجه رحمه الله في الكتاب، حيث قال: وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو. هذا هو مقصوده في الكتاب، قال: فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب. قال: وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، إنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. قال: فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. وهذا من دقيق وبديع ونفيس ما قرره رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان هل ينسى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ السؤال بطريقة أخرى: هل العصمة تمنع من النسيان؟ هو معصوم عليه الصلاة والسلام، وتقدم هذا بتفصيل طويل في كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله. وملخص ذلك أن عصمة الأنبياء عصمة من أشياء حفظهم فيها الباري جل وعلا، فهم معصومون من الكفر والضلال، معصومون من الكبائر والفواحش والآثام، معصومون من الخطأ في تبليغ الوحي ورسالة الله، معصومون من كل ذنب ونقيصة تحط القدر وتهين المرأة، فقد عصم الله أقدارهم وحفظ مكانتهم وأعلى منازلهم، لتبقى لهم مكانة القدوة والأسوة في أنظار أممهم، وهذا حق. لكن هل يعني هذا أن أحدهم لا ينسى لا يسهو؟ الجواب: ليس هذا هو المقصود، فإن النسيان واقع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وقع له ذلك، وهذا أصرح من أصرح الأدلة. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن هل كان ينسى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، لكنه لن ينسى شيئا أمره الله به، ولا آية أوحاها الله إليه، ولا ينسى شيئا ينسى به تكليفا يبلغه للأمة. فإن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وما كان كاملا فلا نقصان فيه، لا بنسيان ولا سهو ولا غلط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام الله نعمته على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. فكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. أما هذا الحديث الذي هو في الموطأ، فكما قال الإمام الحافظ الفقيه ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. بلاغ أورده الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. قال: وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم. فلذلك ليس حديثا عند أهل العلم ولا رواية معتبرة، لكن معناها صحيح: إنما أنسى أو أنسى لأسن، يعني يترتب على نسيانه أحكام تشرع للأمة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: كان سهوه نعمة من الله على أمته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، فعله رحمة للأمة، ونسيانه رحمة، وكل هديه قولا وفعلا تذكرا ونسيانا خير للأمة ورحمة بها. فكان نسيانه صلى الله عليه وسلم كما ستسمع بعد قليل في الصلوات، نسي مرة
الجلوس للتشهد الأول فقام وما جلس، ومرة نسي فسلم بعد ركعتين من صلاة العصر وبقي ركعتان فسلم، ومرة قام بعد الركعة الثالثة، وهكذا ستأتيك في الروايات الآن. هذا النسيان رحمة من الله عز وجل، ولولا ذلك ما عرفنا أحكام السهو في الصلاة، ولا شرعت أحكام النسيان وكيف يفعل المصلي. فكان فعله عليه الصلاة والسلام تشريعا، وهو لو تعمد أن يترك شيئا من أفعال الصلاة ليعلمنا لكان ذلك بطلانا للصلاة. فما تعمد لكنه نسي، وأراد الله له أن ينسى ليشرع للأمة ما يتبين به أحكام ذلك النسيان. وفي غير الصلاة أيضا، يعني في غير أحكام سجود السهو، نسي أن في نعليه نجاسة عليه الصلاة والسلام، وصلى في أثناء الصلاة خلعنا عليه، فخلع الصحابة نعالهم، بعد الصلاة سألهم ما حملكم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن في نعليه نجاسة كان قد نسيها أو لم يعلم بها، فأتاه جبريل فأخبره فخلعنا عليه في الصلاة، وهم من شدة اقتدائهم ومبادرتهم إلى التشبه بفعله فعلوا دون أن يأمر أو يتكلم صلى الله عليه وسلم. فعلى كل ما يقع في سيرته النبوية عليه الصلاة والسلام وتشريعه الذي يبلغ فيه أحكام الدين للأمة لا يقع إلا ما تستدل به الأمة على مواضع الأحكام وعلى أحكام الشريعة في كل شؤونها، ونحن لا في مسائل الصلاة. قال: فإنما كان السهو في الصلاة منه عليه الصلاة والسلام نعمة من الله أتم بها على الأمة دينها وأكملها لتقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يشرع لهم عند السهو. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما. يعني ماذا ترك؟ ترك التشهد الأول والجلوس له. نعم. قال: فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. يا سلام، هذه قاعدة أخذناها من هدي عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ قال: أن من ترك شيئا من أفعال الصلاة التي ليست بركن، من تركها سهوا سجد له قبل السلام. ليش قال التي ليست بركن؟ لأن الركن لا يجبر تركه بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به. فإذا نسيت ركعة وجئت تسجد ثم تذكرت، عد إلى الركعة فاركع بها، وإذا تذكرتها بعدما انقضت الركعة وقد نسيت سجدة أو ركعة بعدما شرعت في الركعة الثانية، تعيد ركعة كاملة بتمامها مكان الركعة التي نقص منها ركن. كلامنا إذن فيما ليس ركنا كما قال: ما كان من أجزاء الصلاة ليس ركنا فتركه المصلي سهوا سجد له قبل السلام. نعم. قال: وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا. أخذوا أيضا فائدة ثانية من بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنه نسي التشهد الأول فقام، فلما قام واستتم قيامه في الركعة الثالثة، لأنه سجد في الركعة الثانية وقام، ظنوا أنه جلس التشهد، فإذا هو قائم. الصحابة ماذا فعلوا؟ سبحوا، ينبهونه على سهوه عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أن قوموا، أشار إليهم بيده قوموا، يعني هو لم يرجع. فأخذ الفقهاء قاعدة أخرى، أن من ترك شيئا وانتقل إلى ركعة ثانية ثم تذكر أو ذكر وتنبه أو انتبه فإنه لا يرجع، لأن الشروع في ركعة جديدة يلغي التي قبلها إن كان فيها نقص، فإن كان واجبا يسجد وإن كان ركنا يعيد ركعة كاملة. فقرر الفقهاء تلك القواعد التي يدرسها طلاب العلم في أبواب سجود السهو في الصلاة من الأحاديث والروايات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واختلف عنه في محل هذا السجود. أي سجود؟ واختلف عنه في محل هذا السجود، سجود السهو يعني في حالات النقص أو الزيادة، واختلف عنه في محل هذا السجود. نعم.
قال: ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها: يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. طيب، الآن سيأتيك بروايتين ويقارن بينهما. لما ترك صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، سواء كانت في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، ماذا نفعل؟ تعلمنا قبل قليل يسجد للسهو، فإن كان قد استتم قائما في الركعة الثالثة لا يرجع. وفرع الفقهاء: إن تذكر أثناء القيام وجب عليه الرجوع، وإن تذكر بعدما قام وقبل أن يشرع في القراءة جاز له الرجوع مع الكراهة، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. ففرقوا بين الأحوال لمعان تفصيلية يذكرها الفقهاء. متى يسجد، قبل السلام أو بعد؟ قال: اختلفت الروايات. رواية عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه سجد قبل السلام، ماذا قال؟ قام من الثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين. متى سجد يعني؟ يقول قضى، قضى، ليس معنى قضى هنا يعني سلم، قضى يعني انتهى وبقي السلام. قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، فالسجود هنا في هذه الرواية وقع قبل السلام. قال: وفي رواية متفق عليها: يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. فإذا حديث عبد الله بن بحينة أن السجود كان قبل السلام. وللفائدة في النسخة عندكم من حديث عبد الله بن بحينة، وقد زاد في الطباعة ألفا في ابن، ووجه ذلك أن بحينة هنا ليس اسما لأبيه بل هي أمه، هو عبد الله بن مالك، ولما اشتهر بالنسبة إلى أمه فقاعدة اللغة أن كلمة ابن إذا أضيفت بين علمين ليس الثاني منهما أبا للأول تضاف فيه الهمزة بيانا لذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة أنه قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. متى سجد؟ بعد السلام. قال: فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم. الآن هذا حديث المغيرة من فعله أو من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من فعله، يقول صلى بنا المغيرة. نعم، لكن موضع الشاهد الآتي: ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي. فالحجة إذن لا في فعل المغيرة رضي الله عنه، بل في رفعه ذلك ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن عندنا حديثان: حديث ابن بحينة أن السجود في من ترك التشهد الأول يكون قبل السلام، وحديث المغيرة أنه بعد السلام. فاسمع الآن إلى صنيع الفقهاء رحمهم الله. نعم، قال: وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه قال: صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس. إيش يعني فقام وعليه جلوس؟ يعني كان يجب عليه أن يجلس للتشهد فقام ونسي. نعم، قال: فقام وعليه جلوس فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكي ما أجلس، لكن السنة الذي صنعت. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة أوجه. إذن رجح أن السجود قبل السهو، أن سجود السهو قبل السلام كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة، ورجح ذلك من ثلاثة وجوه. أحدها أنه أصح من حديث المغيرة. يصنع المحدثون هذا إذا تعارضت الروايات في مسألة واحدة، فإن من وجوه الترجيح أن يكون أحدهما صحيحا والثاني ضعيفا فيرد الضعيف. طيب، وإذا كان كلاهما صحيحا فيرجح الأصح منهما.
حديث عبد الله بن محيى مخرج في الصحيحين، وأنتم تعلمون أن الأمة أجمعت على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هما الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم رحم الله الجميع. فهذا يدل على أنها ما فيهما من الأحاديث هي من أصح ما يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حديث المغيرة بن شعبة فليس في الصحيحين، وإن أخرجه الأئمة كأحمد والدارمي والترمذي وغيرهم، لكنهم لم يشترطوا في الأحاديث ما اشترطه الشيخان من أعلى درجات الصحة وشروطها التي انطبقت عليها أحاديث الصحيحين. نعم. قال الثاني: أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعد، فحكى ابن بحينة ما شاهده وحكى المغيرة ما شاهده، ويكون كلا الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد به المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. طيب، الوجه الثاني أن حديث ابن بحينة أصرح من حديث المغيرة. من أي وجه؟ لأنه قال قام من الثنتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة سجد ثم سلم، وهو يحكي ذلك وينسبه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع مسألة الصحة الآن، قلنا هو أصح، غير أنه أصح هو أصرح في الدلالة، الصحة من حيث السند والصراحة من حيث المعنى في الدلالة. طيب، وحديث المغيرة، حديث المغيرة صنع شيئا، ماذا صنع؟ نسي الجلوس وقام، سبحوا له فما جلس، وبعدما تم الصلاة سجد بعد السلام، ثم قال هكذا رأيت أو هكذا صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسم الإشارة هكذا يعود إلى إيش؟ إلى السجود الذي فعله بعد السلام، أو إلى عدم رجوعه للجلوس لما سبحوا؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وإذا أردت الاحتجاج بحديث المغيرة أن السجود بعد السلام، فقلت لك ما الدليل؟ تقول المغيرة فعل وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمناقش أن يناقشك فيقول لعل مراده بقوله هكذا صنع يعني عدم الرجوع إلى الجلوس للتشهد وليس السجود بعد السلام، لكن حديث ابن بحينة آكد، فما كان صريحا 100% أقوى مما كان محتملا لهذا المعنى ولذاك إلى النصف ونحو ذلك. نعم. قال الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام فسجده بعده، وهذه سنة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم. لعله نسي أن يسجد قبل السلام فسجده بعد السلام، فلما قال هكذا صنع يقصد أن من نسي السجود فليسجده بعد السلام، وتكون هذه سنة أيضا صحيحة من سنن سجود السهو. فلأجل هذه الوجوه الثلاثة كان ترجيح حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في أن سجود السهو إذا حصل في نقص التشهد الأول السنة أن يكون قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم صلاة العشي إما أن تكون الظهر وإما أن تكون العصر، فكلاهما في وقت العشي الذي يقابل وقت الغداء غدوا وعشية. الغداء أول النهار والعشي وآخر النهار، ويصدق ذلك على صلاتي الظهر والعصر، لحديث أبي هريرة صلى إحدى صلاتي العشي، وإن كانت الراجح في المرويات أنها صلاة العصر. قال: وسلم من ركعتين، يعني نقص من الصلاة ركعتان، ثم نبه فصلى الركعتين الباقيتين. السؤال: من صلى ركعتين وسلم ثم ذكر أو تذكر فأتى بالركعتين الباقيتين ويسجد للسهو، سجوده للسهو في هذه الصورة بسبب نقص حصل في الصلاة أو زيادة؟ هي زيادة، لأنه أتى بالركعتين ثم ركعتين فالصلاة تامة، إنما زاد سلاما بعد الركعتين الأوليين، فكأنه صلى ركعتين وتسليم وركعتين وتسليم، فأربع ركعات بالتسليم مرتين. قال: وسلم. قال: ثم سلم، ثم وسلم من ركعتين. قال: وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر،
ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم. يعني تكلم؟ الحديث الوارد في قصة ذي اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا أجل يا رسول الله، فقام. فكان هذا الكلام المحدود الواقع في أثناء استفسامه عليه الصلاة والسلام حتى قال ثم أتمها. نعم. قال ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم سلم. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي حسن غريب. سجد سجدتين ثم تشهد، زيادة ثم تشهد بعد سجدتي السهو شاذة كما حكم بذلك عدد من الأئمة المحدثين كالبيهقي وأيده الحافظ ابن حجر وابن عبد البر وغير واحد، أن زيادة ثم تشهد في رواية أبي داود والترمذي، ولهذا قال الترمذي حسن غريب. نعم. قال وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد. إذن مرة صلى ركعتين وسلم ثم أكمل ركعتين، ومرة صلى ثلاث ركعات وسلم ثم خرج من المسجد فأدركه طلحة فقال نسيت، فرجع فدخل المسجد وأقام الصلاة وصلى الركعة الباقية، فركعتين وركعتين مرة وثلاث ركعات وركعة مرة كما هي عند أحمد في المسند وإسناده صحيح. نعم. قال وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن هذه عدة روايات، صلى ثلاث ركعات وركعة، ركعتين وركعتين، صلى الظهر خمسا، صلى العصر ثلاثا، كل ذلك زيادات، إما زيادة ركعة كما في صلاة الظهر خمسا، وإما زيادة سلام كما في الركعتين مع الركعتين أو الثلاث مع الركعة، أو صلى العصر ثلاثا وذكره الناس. قال فهذا مجموع، قال فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي كله قبل السلام، وقال أبو حنيفة كله بعده، وقال مالك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد عنده أحد لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف والسلفي لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. نعم. نقف عند هذا القدر لأن فيه تقريرا لصنيع الفقهاء.